نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. فتحت الأندلس في عهد الوليد بن عبد الملك على يد طارق بن زياد وموسى بن نصير، واستمر الوجود الإسلامي في الأندلس زهاء 8 قرون. مرت فيها الأندلس بالعديد من العصور السياسية، إذ بدأ عهد المسلمين فيها كولاية تابعة للأمويين، ولما سقطت الخلافة الأموية عمت الفوضى في كل أنحاء الأندلس إلى أن دخلها صقر قريش، ليبدأ عهد الدولة الأموية في الأندلس، والتي مرت بفترات قوة وضعف انتهت بأفول نجمها. فقسمت الأندلس بين ملوك الطوائف، ثم سيطر عليها المرابطون ومن بعدهم الموحدون، قبل أن ينتهي الوجود الإسلامي فيها بعد سنين طويلة من صمود دولة بني الأحمر في غرناطة. وكان من أعظم من حكم الأندلس هو محمد بن أبي عامر العظيم، الذي كان حمارا يحمل أمتعة الناس ويسكن كوخا، فعاش بطموح منقطع النظير، مكنه طموحه من أن يصبح أعظم خليفة للمسلمين في الأندلس. ولما توفي فرحت كل أوروبا بموته، فقد حكم الأندلس قرابة 15 قرن، مؤسسا بذلك دولة داخل الدولة. فدعونا نعرفكم على عظيم حلقتنا هذه من خلال سلسلة عظماء في الذاكرة، إنه العظيم الحاجب المنصور. متابعين الأوفياء، تعلمون أن قناتنا تعاني من نقص في عدد المشاهدات والتي يخفيها اليوتيوب، ومع ذلك فإننا لم نتوقف عن تقديم حلقاتنا التي ننشرها لكم مساء كل جمعة، فهذا من باب الوفاء معكم، فأنتم تستحقون كل هذا وزيادة. ولنا أمل في أن تساعدوا قناتنا بوضع إعجاب وتعليق محفز لنا على الاستمرار، وشكرا لكم على المشاهدة والاشتراك في القناة. محمد بن أبي عامر، والذي اشتهر بالحاجب المنصور، وقد كان حاجب الخلافة وحاكم الدولة الفعلي في عهد هشام المؤيد بالله. كان اسمه كفيلا بإنزال الرعب في ممالك أوروبا خلال العصور الوسطى، إذ بلغت الحضارة الأندلسية في عهده أسمى مراتب الأبهة والعظمة، فقد جعل من مدينة قرطبة عاصمة للدنيا وقبلة العلم، حتى أطلق على عصره ربيع قرطبة، فضرب به المثل في تحقيق الغاية وعلو الهمة. أينما تولى كان النصر في ركابه، ولم يهزم في معاركه التي خاضها بنفسه. ولد محمد بن أبي عامر المعافري عام 327 للهجرة في الجزيرة الخضراء في بيت من أعيان تلك المدينة. كان أبوه عبد الله من طلاب العلم المعروفين، وقد مات في رحلة عودته من الحج ودفن في طرابلس. كما كانت أمه بريهة من أهل بيت من أشراف قرطبة يسمون ببني برطال، جده لأمه يحيى بن إسحاق.
إسحاق وزير وطبيب الخليفة عبد الرحمن الناصر لدين الله، وجده عبد الملك المعافري كان من الداخلين للأندلس مع طارق بن زياد. وطارق بن زياد هو من العظماء الذين تحدثنا عنهم في حلقاتنا السابقة من هذه السلسلة المباركة. قدم محمد بن أبي عامر إلى قرطبة شابا لطلب العلم والأدب والحديث، فدرس الأدب على يد أبي علي البغدادي وأبي بكر بن القطية، والحديث على يد أبي بكر بن معاوية القرشي راوي النسائي. ثم بدأ حياته بأن افتتح دكانا أمام قصر الخليفة يكتب فيه الرسائل والعرائض لأصحاب المصالح، فالتفت إليه من في القصر لأسلوب بكتابته ولجزالة عباراته. وبهذا بدأ محمد بن أبي عامر حياته السياسية وتدرج في المناصب منذ عهد الخليفة المستنصر بالله، وكان على علاقة وطيدة بزوجة الخليفة صبح البشكنجية، وهي أم الخليفة هشام المؤيد بالله، والتي كانت وصية على عرش ولدها بعد وفاة زوجها الخليفة. ساعدت صبح هذه الحاجب المنصور على إقصاء جميع منافسيه، فاستغل ذلك أحسن استغلال، وكان استغلاله لأبعد مدى، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بأن حجر على الخليفة الصبي وقيد سلطته ومنع على الآخرين التواصل معه، ولم يسمح لأي كان بأن يزوره إلا بعد أن يأخذ الإذن منه شخصيا، بل فعل أكثر من هذا، وهو أنه حجر على أم الخليفة الصبي أيضا. ولما تمكن الحاجب المنصور من مقاليد الحكم بدأ برفع راية الدولة التي كانت ستسقط في أي لحظة، فحرك بحملاته العسكرية حدود الممالك المسيحية في الشمال إلى ما وراء نهر دويرة، فبلغت الدولة الأموية في الأندلس أوج قوتها في عهده. هنا قام المنصور بتأسيس دولة داخل دولة، وعرفت تلك الدولة باسم الدولة العامرية، وتمثلت بفترة حجابته للخليفة المؤيد بالله، فقام بإرساء قواعد الحكم لأبنائه، إلا أن الأمر لم يستمر طويلا، حيث انتهت سيطرتهم على حكم الأندلس بعد أقل من عقد من الزمن على وفاته، وذلك بعد أن سادت الأندلس فترة من الاضطرابات التي نتجت عن التصارع على الخلافة. لقد صنع أرض الحضارة بقطع أعناق التمزق والتشتت والتنافس على الكرسي، وسقطت الأندلس حينما هلك الحاجب المنصور، واشتعلت نار الصراع على الكرسي التي أحرقت معها تلك الحضارة التي ما زالت أركانها قائمة إلى يومنا هذا. ودعونا الآن نعود لاستكمال السرد حتى وفاة عظيم حلقتنا، فقد التحق عظيم حلقتنا بخدمة الخليفة المستنصر بالله عندما رشحه الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي ليكون وكيلا لعبد الرحمن، وهو أول أولاد الخليفة، وهو ما عينه عليه الخليفة بموافقة من أم عبد الرحمن صبح البشكنجية، فعين لذلك. ثم ولي دار السكة وخطة المواريث، ثم قاضيا على إشبيليا وغير ذلك من المناصب، إلى أن أصبح قائدا للشرطة. وصعوده في المناصب التي تولاها منصبا بعد منصب، عددا من رجال الدولة الذين رأوا فيه ما يقلقهم، بل رأوا فيه هلاكهم، فسعوا لدى الخليفة يتهمون ابن أبي عامر بالإنفاق من مال السكة على أموره الخاصة، فأمر الخليفة بالتحقق من ذلك، وكان ابن أبي عامر قد أنفق منه بالفعل، فلجأ إلى صديقه الوزير ابن حدير ليقرضه ما نقص من أموال السكة، فأقرضه من المال ما أتم به ما لديه من عجز، فكتبت له النجاة. ولما توفي الخليفة
سعت الصقالبة إلى تنحية ولي العهد الذي كان ما يزال صبيا كي يضعوا مكانه ابن عمه المغيرة بن عبد الرحمن، فكان أن أخبر الصقالبة المصحفي بخطتهم فتظاهر بالموافقة كي لا يقتلوه، وسعى إلى إفشال مخططهم خشية أن يزيد نفوذ الصقالبة في القصر، وكان القرار بين المصحفي وابن أبي عامر بقتل المغيرة ليقطعوا بذلك سبيل الصقالبة، فتولى ابن أبي عامر العملية بنفسه فقتل مرشح الصقالبة ونصب الخليفة الصغير خلفا لأبيه. وهنا بدأ الصراع بين الصقالبة والمصحفي، فكادوا ضده، ولكن ابن أبي عامر استمال الصقالبة بعد أن أغدق عليهم مالا كثيرا، فأحبوه واستقوى بهم وضم معهم زعماء البربر الذين صاروا تحت قيادته. وبعد أشهر قليلة هاجمت الممالك المسيحية أراضي المسلمين في الشمال، فأشار ابن أبي عامر على المصحفي بأن يقاتلهم، ولكن أكابر الدولة رفضوا، فاستغل ابن أبي عامر الفرصة ليسأل المصحفي أن يضم إليه قيادة الجيش، فجهزه المصحفي بمئة ألف دينار لتلك المهمة، فانتصر ابن أبي عامر على العدو وعاد إلى قرطبة بعد 53 يوما محملا بالسبي والغنائم، مما عزز من مكانته داخل الدولة ليعزز أمام الشعب قدراته العسكرية، إضافة إلى ما عرفوه من قدراته الإدارية. وهكذا فرض ذاته على الكل، خاصة بعد أن قضى على الفتنة الداخلية والخارجية معا. وهنا بدأ ابن أبي عامر بالتخطيط للقضاء على المصحفي كي يصل إلى هرم السلطة، واستغل العداء القائم بين المصحفي وغالب الناصر، واستغل أيضا قربه من صبح أم الخليفة الصغير التي ساعدته من قبل في كل شيء، حتى تناقلت الروايات التاريخية أن بينهما علاقة حب عظيمة، ورأى البعض أنهما قد تزوجا سرا، وبذلك حقق ابن أبي عامر مبتغاه، خاصة حينما انتصر في حملات أخرى مما أعلى من أسهمه لدى القصر والعامة على حد سواء. ثم بعد ذلك أقنع محمد بن أبي عامر حليفته صبح أم الخليفة باستصدار مرسوم من ابنها يوحي بعزل محمد بن جعفر المصحفي كحاكم لقرطبة، وتولية محمد بن أبي عامر حاكما على قرطبة، بالإضافة إلى منصبه كقائد لجيش المدينة. وهنا لجأ المصحفي لوسيلة أخرى علّه يوقف بها هذا التحالف بين غريمه غالب وابن أبي عامر، وهي بأن طلب يد أسماء بنت غالب للزواج من ابنه محمد بن جعفر، فأسرع ابن أبي عامر لإفشال الأمر عن طريق خطبتها لنفسه. وبعد أيام قليلة انتصر فيها ابن أبي عامر على العدو، فسجن المصحفي وأبناءه وأقاربه، ثم شدد في التنكيل عليهم حتى أنه كان يحمله معه مكبلا في غزواته، ثم زجه في السجن فظل في محبسه في الزهراء لأعوام، إلى أن مات مسموما وقيل مخنوقا في محبسه عام 372 للهجرة. وبعد أن تخلص ابن أبي عامر من جعفر المصحفي، جعل ابن أبي عامر همه التخلص من صهره غالب لينفرد وحده بالسلطة. أدرك غالب ما يضمره صهره، فداهنه ودعاه وهو عائد من إحدى حملاته على قشتالة إلى وليمة خاصة، فدبر مكيدة كادت تودي بحياة ابن أبي عامر، إلا أنه نجا بعد أن أصيب إصابة خفيفة. غادر ابن أبي عامر إلى قرطبة وهو ينوي التجهيز لقتال غالب صهره الذي استعان بقوات الملك ليون، ثم اقتتلت قوات غالب ومحمد بن أبي عامر، فكان النصر لابن أبي عامر. وبعد هذا بقيت خطوة أخرى لابن أبي عامر، وهي عزل الخليفة الشرعي الصغير، فأشاع بين الناس أن الخليفة فوضه إدارة البلاد لتفرغه للعبادة، ثم أحاط قصر الخليفة بسور وخندق، ووضع عليه الحراس، ومنع الخليفة من الظهور. وهنا
أدركت صبح هذا التهديد الذي أحاط بعرش ابنها، لكنها لم تعد قادرة على فعل أي شيء، لأن ابن أبي عامر كان قد تمكن من كل شيء، فأشاعت بين العامة أن ابن أبي عامر قد سجن الخليفة وأصبح يحكم رغما عنه، فبدأت ترسل الأموال إلى الحكام في البلدان المجاورة كالمغرب الأقصى لحماية الخليفة. ولما علم الحاجب المنصور بذلك المخطط، لجأ أولا إلى رفع يدها عن أموال خزائن قصر الخليفة التي كانت تقوم بتهريبها بواسطة فتيانها، فنقل كل الأموال من قصر الزهراء حيث الخليفة إلى قصر الزاهرة حيث مقامه. ولما لم يعد لها مال يأست واعتزلت الحياة السياسية حتى وفاتها حوالي عام 390 للهجرة. وفي عام 371 للهجرة تسمى محمد بن أبي عامر بالحاجب المنصور ودعي له على المنابر. أدرك المنصور أن دولة الإسلام في الأندلس لن تهنأ بحضارتها واقتصادها المزدهر ما لم توقف أطماع الممالك الإسبانية في الشمال على الحدود بين فرنسا وإسبانيا، مثل ممالك ليون وقشتالة ونافارا وبرشلونة، والتي كانت تغير على حدود الخلافة، فقاد بنفسه تلك الحملات الحربية التي لم تنقطع عن تلك الممالك صيفا أو شتاء، وكان النصر حليفه في تلك الحملات التي بلغ عددها 57 حملة، حتى دانت له تلك الممالك بالطاعة، وبات اسمه مصدرا للفزع لتلك الممالك وسائر أوروبا، حتى أن البابا في روما كان يعقد الصلوات من أجل صب اللعنات على هذا القائد المسلم الفذ. وفي العمارة توسع المنصور في بناء المسجد الجامع بقرطبة حتى أصبح درة فريدة في تاريخ العمارة الإسلامية، وأعاد تجديد قنطرة قرطبة، وشيد مدينته الملكية المعروفة بالزاهرة والتي نقل إليها دواوين الدولة كما أشرنا. وكان المنصور إثر كل حملة يقوم بها يأمر بأن يؤخذ ما علق في ثيابه من غبار المعارك، حتى تجمعت له ثرة عظيمة من الثرى، فأمر بأن تنثر عليه في قبره، ووضعت على القبر لوحة رخامية نقشت عليها تلك الأبيات: آثاره تنبيك عن أخباره، حتى كأنك بالعيان تراه، تالله لا يأتي الزمان بمثله أبدا، ولا يحمي الثغور سواه. توفي الحاجب المنصور في 27 من شهر رمضان من سنة 392 للهجرة، وهو عائد من إحدى غزواته التي أصيب فيها بجروح، وكان قد أوصى بأن يدفن حيث مات، وما زال ضريحه موجودا ويعرف بضريح الحاجب المنصور، وقد خلفه في مناصبه ولده عبد الملك الذي سار على نهج أبيه إلى أن توفي عام 399 للهجرة، فخلفه أخوه عبد الرحمن الذي لم تدم فترته طويلا، حيث دخلت الأندلس في عهده في فترة من الاضطرابات بدأت بمقتله واستمرت لأعوام، وانتهت بسقوط الدولة الأموية في الأندلس وقيام ممالك الطوائف. وممالك الطوائف قد نتحدث عنها في الحلقة القادمة من سلسلتنا القصة الكاملة. وبرغم فرح أوروبا حينها بوفاة المنصور، إلا أن الحكومة الإسبانية قد قامت بوضع تمثال نصفي للحاجب المنصور فوق القمة الجبلية التي توفي عندها، ولا تزال تسمى هذه القمة بقمة المنصور، كما أقامت أيضا تمثالا للمنصور في مسقط رأسه بالجزيرة الخضراء، بينما يمسك كتابا أثناء توجهه لطلب العلم في قرطبة. ولكي تستمتعوا
بحلقتنا التي هي على شكل خطبة منبرية، هي من أروع الخطب المقدمة للشباب، والتي تتحدث عن جزء من سيرة عظيم حلقتنا، والتي تدور حول حديثه مع صديقين كانا يعملان معه في مهنة حمل الأمتعة، فأخبرهم أنه يحلم بأن يصبح أعظم خليفة، وأن يتحول من حمار ناقل أمتعة الناس من الأسواق إلى بيوتهم إلى أعظم خليفة. ما الذي حصل في هذه القصة بالذات؟ شاهدوا الحلقة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أو في الرابط الأول المثبت أسفل هذه الحلقة. فرحم الله عظيم حلقتنا وألحقنا به مسلمين. هذه مسيرة حياة عظيم من عظماء سلسلتنا عظماء في الذاكرة، وما هذه الحلقة القصيرة التي نقدمها لكم إلا ذكرى لهؤلاء العظماء الذين أثروا في العالم لقرون كي لا يموت ذكرهم في قرطاس الذاكرة.